ناس كدايرين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. شكرا الدراري على السيبورت ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الرائعه، شكرا من القلب، وشكرا على لي كومونتير ديالكم الايجابيه اخوتي. مهم، واخيرا جينا نديرو الفيديو ديال الصقره اخوتي اللي طلبتوني عليه بزاف. انا اللي قلت لكم واش نديرو، شحال هادي قلتوا لي ديرو، ولكن ما لقيتش الفارسه ديال الصقر. دابا كاين اخوتي، دابا جبنا واحد الحمامه عطا لي واحد الدري وغنشدو ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم اليوم غنديرو الفيديو ديال صيد السوق، وكاين واحد الريح قوي، ولكن ماشي مشكله اخوتي، هاد الفيديو هذا غنساليو ان شاء الله وغنشدو شي حصيله اللي غتكون مزيانه. والحمامه ديالنا اخوتي باش غنصيدو، الحمامه ناضعه، ولكن راه ما غاديش يطرى ليها والو اخوتي، غير غنصيدو غنديروها هي في واحد القفز. ها هي، ها هي اخوتي، هذا القفز ديال دوك العصافير اخوتي، دوك طيور الزينه. المهم هذا ماشي هو باش غنصيدو، غنصيدو بواحد القفز اخر صغير، هذاك اللي شفتو معايا في السنه جيب اخوتي. المهم غنصيدو بداك القفز الصغير، وهذا غير درنا فيه الحمامه. المهم غنمشيو غتشوفوا الطريقه كامله اخوتي. ما غاديش نمشيو، غنديروها هنايا يعني حيت كاين الريح بزاف. المهم غنصاوبوا المصياده ديالتنا باش نتحركوا مباشره للصقور اخوتي. المهم هي الحمامه ديالتنا اخوتي كما تشوفوا، اللهم بارك، حمامه ناضعه، هذوك ديال التربيه اخوتي، ماشي البلدي. المهم الدراري غنحتاج هنايا هاد القفز هذا، وغنحتاج السبيب اخوتي، بغيت زعما السبيب الابيض ولكن ما لقيتوش، ولكن واخا هكاك غنشدو ان شاء الله. المهم كنقطعوا هاد السبيب هذا، نوري لكم غا سريفه وحده باش تفهموا البلان، وداك الشيء الاخر غنديرو بوحدي. واحد الريحه اخوتي والله الا نديرو نجيني. المهم كديرو سريفه اخوتي، كديرو سريفه راه صبعك ها. وصبع هذا غيتسالى لينا السبيب. المهم اخوتي جيت انا وشي دراري غنديرو غنصيدو الصقر ديالنا، وهما غيصاوبو الطاجين باش غناكلو. المهم غيصاوبو لينا الطويجين ديالنا باش غنتغداو. شنو بحال نسيت؟ لا المهم اخوتي هانتوما فهمتو دابا البلان، سريفة نورمال. هاهي اخوتي، هو البلان ديالها. المهم باقي غنقطعها دابا هاد السريفة الدراري، غنلصقو هاد السبيب هنايا، غنلصقوه هنايا كيما تتشوفو، وغنديرو بزاف تسريفات بحال هكا وغنربطوه. وفاش كتكون الحمامه لداخل ديال القفز، غنديرو واحد الشبكه اخرى هنايا، غنسدو هاد الفم هذا، والصقر ان فوا يشوفها من السما غينزل عليها، غيوقف، حنا غنبعدو، غيوقف على هاد القفز هذا، غيتخشاو ليه، غيبغي يشدها، غيبقى يضرب، غيبقى يتركل بحال هكا، ان فوا يدخل ليه الرجل ديالو في هاد السريفه هادي، غيكونو بزاف تسريفات، ان فوا يدخل له الرجل غيجر غيتشد اخوتي. المهم الطريقه باش كيشدوهم خليجيين، حيت الصيد في الصقور معروف عند الخليجيين اخوتي. المهم فاش غنسالي السريفات ديالنا غنتحركو نصيدو اخوتي. المهم الدراري هي المصياده ديالتنا اخوتي، صافي كملناها كما تشوفوا، كان عليا نعمرها مزيان كاع من هاد الشناب هذا من الفوق فين غيوقف، ولكن ما كداتناش الوقت من قبيله وانا كنخيط انا اخوتي، ولكن واخا هكاك راه كثار. المهم ان فوا دابا يجي الصقر غيوقف على هنا، غيبغي يشد الحمامه، غيبقى يضرب برجلو، وغتشدو شي وحده من هادو ولا جوج، صافي ما عندو فين يهرب اخوتي. المهم هنا درت الشبكه، غندخلو دابا الحمامه ديالتنا هنايا وغنسدو عليها، او ليتس جو نبداو المغامره ديالنا. يلا اخوتي واحد البلان طرا لينا الدراري، ولكن ماشي مشكل، كيما شفتو ديك البلاصه فين كاينين العشاش ديال داك الصقر، وهاد الراجل سارح تما، حيت اذا راه ما يمكنش، هو راه ما يمكنش ينزلو بنادم كاين،
راه هو الدراري راه هو شوف واش مش كيبان لكم ولا لا. جوج شوف في السماء جوج صقور. المهم البلان وما فيه هو اننا غنحطوها هنايا حيت الصقر عنده البصر قوي يعني غيشوف ماشي ما غاديش يشوف غير قلنا حنا غنقربوا مزيانه حيت لا قربنا عاوتاني مزيانه ولكن ماشي مشكل غنحطوا دابا الحمامه ديالتنا هنايا تبان لي وغنشدوها بشي خيط باش ما يهربش بها وغنبعدو اخوتي غنبعدو لحدا داك الراجل نيت باش ما تخلعش باش تنزل على الفريسه ديالتها. المهم دابا غنبداو نحطوا الحمامه ديالتنا اخوتي غنشدوها مزيان باش ما يديهاش خليكم معنا. المهم هانتوما الدراري ما جبناش شي خيط ودرت انا واحد الشكوتش قاصح المهم مزيان ولكن هاد البلاصه بانت ليا غيشوفوا المهم مزيانه الصقر كيدور في السماء هي البلاصه ناضيه ولكن دوك الناس بحال قرب شويه ولكن غندوي مع دوك الدراري والراجل خلاص سارح تما راه ما عندنا ما نديرو ليه. المهم الدراري جبت حجره مع هاد الشكوتش هذا كما تشوفوا راه قاصح الدراري داك الشكوتش يا بسم الله غنربطو دابا الشكوتش ديالنا في حجره باش ما يديهاش حيت الصقر اخوتي راه المهم شي حجره تكون بحال هكا باش ما يتحيدش منها الشكوتش. ودابا غنربطو في الشبكه ديالتنا بسم الله. ايوا الدراري غنربطوه مزيان مزيان هاد الحمامه اخوتي ماشي بحال البلدي بعدا هي ما خافتش بزاف. ايوا ايوا ها هي الطريقه وغنخليو دابا الحمامه ديالتنا هنايا ها هي الطريقه اخوتي نسيت هادو درتهم شويه في الجنب فاش كنت كنصاوب نسيت بلي كتحط هكا ولكن واخا هكا غنديرو غنميلوها بحال هكا بحال هاد الطريقه هادي الدراري. ايوا ما تخافيش ما تخافيش دابا هي اون فوا كتشوف الصقر كتبدا تخاف. المهم ها هي الدراري هما السريفات ديالنا اون فوا يجي طن شتو ما عندو فين يمشي الدراري هانتوما الحمامة بدات تتخلع راه تصبر معانا. ايوا الدراري هانتوما كيما تتشوفو حاولت انني غطيت هداك الشكوتش لا يخاف الصقر ديالنا وما ينزلش. المهم هانتوما كتشوفو مشبكة القضية هنايا والحمامة ديالتنا راه بدات تتخاف اذا شفت شي حاجة في السما لا والو. هو شتو الدراري عاد وراه ليا الدري هو اقسم بالله الدراري ما شفتو قلت لكم شفت شي حاجه ما شفتش كاع الصقر اقسم بالله شويه قال لي الدري وراه ليا باليد قال لي راه هو في السماء وانا نوريه لكم ليه اش بالك في القضيه لا غنشدو شي حاجه ان شاء الله. المهم الدراري غنطلعوا دابا نصايبوا الطويجين ديالنا المهم الغرض ديالنا هو الصايب ما غاديش نبيلي بالطاجين تاي طيب. المهم الغرض ديالنا هو الصايب باش ما نطولش عليكم الفيديو غنشدو دابا الطريق نبعدو غنشدو الطريق اللي هي الدراري الفوق راه قال لي الدري اشنو قلتي نور الدين دابا كيدور دابا على المنطقه اللي فيها هذيك قال لك راه كيدور على هاد المنطقه فين كاينه الحمامه يعني بحال قلت هو عاق بها. المهم غنتحركو يلا كريم. المهم الدري اللي معانا الاخر هو لتحت هي البلاد اغباله تحيه للناس اغباله وتحيه لكم كاملين اخوتي. المهم هنايا درت التليفون باش يصور لينا اللقطات شي لقطات التليفون ديال الدري اللي معايا وحاولت انني نغطيه بشي حاجه باش ما يبانش باش ما يعيقش. الحمد لله الدراري الحمد لله دابا شي جوج ديال الصقور جاو تيدورو على الحمامه ديالتنا فريسه ولكن البلان اخوتي مشاو حتى لتما وبداو تيدورو وخافو رجعو ولكن هادي حاجه طبيعيه ولكن اللي شكيت فيه واحد الراجل عاوتاني اخوتي جا ليه كاين هاد الراجل هذا سارح ونصبنا الفخ ليه ودابا عاوتاني جا واحد الراجل جلس ماشي حدا بعيد عليها شويه ولكن ما عرفتش واش خافوا منه ولا كيفاش. المهم ان شاء الله غتكون شي حصيله مزيانه ان شاء الله اخوتي راه باقي الحال باقي الشمس والصقور راه كيدورو. اما البلاصه اللي عجباني كثر هي تحت الاعشاج ديالهم كاينين بزاف ولكن كاين الراجل سارح واخا راه مشى عاد دابا يمكن ما بقاش يبان. المهم دابا النهار طويل الى والو نتحركوا عاوتاني ديك الجهه دابا الى مشى الراجل مزيانه ها هي اخوتي ها هي راه هي اخوتي ما عرفتش واش غتشوفوها
شتو دابا كون كتعدي شي كاميرا ناض يا خوتي نزومي ليكم تشوفوا داكشي بحال الافلام. مهم داكشي كيجي مع الوقت. باقي اخوتي غتشوف واحد التغير ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما غاديش تبقى القضيه بحال ما هكا. دابا كاينه القرايه وكاينه بزاف د الحوايج كنغبر عليكم اخوتي، ولكن ان شاء الله بقات واحد شهرين غتشوفوا العجب ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنحاول نحسن المحتوى اخوتي، دابا راه غير كنتعطل كيجي النهار فين كنبغي ندير كنسر بيه داكشي كنديرو بالزربه. شتو البلان؟ اما في العطله كترتاح كتكون عندك الوقيته كل نهار فيديو اخوتي ان شاء الله، كل نهار نصورو. اما المونتاج يعني غنبقى ندير لكم فيديو في كل يومين بحال هكا. المهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غيشد لينا الصقر ديالنا. او الفيديو التليفون ديال الدري صاحبي راه درتو كيصور وراه حضيتو اخوتي، هادشي علاش بقيت حتى هنايا. ما يديه شي حد ما تعرف، واخا راه بان ليا ما كاين اللي يديه. المهم دابا غنبقى مريح هنايا الرقبه الصقر والرقبه تاع التليفون ويكون خير ان شاء الله. اين فوا تكون شي حاجه انا معاكم اخوتي. المهم الدراري ها البلاصه فين كاين انا، هما الدراري فين كاينين، ها هما الدراري فين طالعين اخوتي. شتو طالعين من هذا الممر هذا وغيطلعوا لفوق فين كاين الشجر. او الحمامه ديالتنا راه هي بعيد اخوتي. المهم كاين هنا وانا كاين هنا، ماشي غير انا بوحدي، كاين معايا واحد الدري هنايا لقيتو جالس. ها هو قول لهم السلام. المهم الدراري البلان وما فيه هو انني قررت انني نمشي نجيب الحمامه ديال تحت الاعشاش ديالو، حيت الراجل اللي كان هنايا ونزل لتحت، المهم غنجيبهم لتحت الاعشاش حيت داك السيد راه يمكن زاد قرب وما قدروش يمشيو. يعني نصبتها عاوتاني هنايا هاد البلاصه هادي اخوتي، راه جيت عاوتاني من ليه. المهم بدلت ليه البلاصه وهما الاعشاش ديالهم، جيت حتى لهنا ولقيت عاوتاني داك الراجل ما شتوش كاع صحاب ليا واش مشى، شتو باقي ليه و سميتو والاعشاش ديالهم هنايا وانا نصبتها هنا. والمشكله هو الدراري خلاو عندي البريكه، المهم خاصني نطلع شال فوق نعطيهم البريكه، ولكن ما غاديش نعاود ننزل نيت، غنخلي الصقر نيت هنا الحمامه هنا وغنبقى نطلع عليه من الفوق. اين فوا تشدو غننزل ان شاء الله الرحمن الرحيم تشدو اخوتي. راه المشكله دابا كاين بنادم، كاينين جوج دالرجاله دزنا خلينا واحد ولقينا عاوتاني واحد هنا، ولكن دابا يمشي ان شاء الله وغتكون شي حصاله اللي مزيانه. اصلا الصقر ما كاينعش بكري حتى تغرب الشمس وكيبقى يدور، غنبقاو معانا حتى نشدو ان شاء الله. المهم دابا غنطلع للدراري ندير لهم البريكه حيت بغاو يصاوبوا الطويجينه ديالنا. درنا واحد الريح سمعت الصوت ديالي. شو ثلاثه الدراري. شو اللهم بارك. شتي الحمامه خافت منهم، المهم خاصني نطلع دغيا. المهم اخوتي درنا واحد الرحله اللي صغيره، غندير لهم البريكه يصاوبوا الطاجين ويعمروا اتاي او ليتس جو اخوتي. نخليو هادشي هذا وبيس ليكم. بان ليا البلان ديالهم ليش بان ليكم اخوتي عييت، ولكن واخا هكا خاصنا نتقاتلو. المهم غنديها ليهم اخوتي عاوتاني، غنتحرك ليه نحطها اون فوا نحطها غنطلع الدراري ندير لهم البريكه حيت تما راه كاينين. او ما شوشو بزاف اخوتي، ثلاثه ديال الصقور اللي شفت دابا غنديها ليهم ليه ونطلع الدراري بلا ما نطول عليكم، راه القضيه تما راه مليحه. المهم غتكون شي حاجه مزيانه ان شاء الله. المهم في هاد اللحظه هادي جيت نصبت المصياده ديالتي، كما تشوفوا الصقور وما راه كثار بزاف. الحاجه اللي صدماتني هاد البلاصه هادي بالضبط، جيت لقيت فيها صقر ما شافنيش وقربت لي، عرفت شو كي داير اخوتي، راه ما يمكنش ما شافنيش. اون فوا شافني وهو يطير، كما تشوفوا لتحت راه بزاف ديال الصقور، بحال اللي كاينين شي اعشاش وحدين اخرى اللي شو. المهم انا نصبتها عليه وان شاء الله تكون شي حاجه مزيانه. المهم الدراري راه خليت الصقر ديالي وطلعت، باقا الطريق اخوتي، غنطلع حتى لديك القمه. والبلاصه مناش طلعت راه ما تخيلوش شتو هنايا لتحت اخوتي. وجيت ولقيت خويا نور الدين قال لك غنزل يجيب شي بيدو ديال الماء، واحد الخبزه تاع شويه ديال الخبز. المهم قال ديت لك التليفون شتو وما صونت حتى واحد، ترجع تعدي سبحان الله.
المهم غادي نزل اخوتي يجيب لينا داكشي، انا غنطلع نصايب لهم الطاجين نكمل داكشي. والحمامه ديالتنا راه كيدور عليها السوقر ان شاء الله اخوتي، ان شاء الله ان شاء الله. المهم تلاقاو الفوق. المهم الدراري راه بقيت صايب الطاجين هنايا، والاخ نور الدين راه ما تلاش مشى صافي، راه يسحب ليه واش كاينه نص خبزه صح، راه كاينه خبزه وحنا بثلاثه صافي، راه مسافه طويله بلا ما ينزل. المهم دابا راه صايبنا الطاجين ديالنا اخوتي، وهي البلايصه كيف بغيتو تشوفوا مع هذا الغروب هذا. الله شوف 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 فين باقي غنزل اخوتي، شوف وا لا ماشي هنا، ناري 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 ناري، شوفوا الغروب شوفوا الغروب، اللهم بارك اللهم بارك الدراري اللهم بارك. هاهما الدراري، وري وري داك الطاجين للدراري، وري جوج واحد هز. هانتوما الدراري غير قول لي دابا واش ناضي ولا لا، مطناضي هذا ماشي غير ناضي. هيا العافيه العافيه ديال الاخ ياسين، الله يعطيك الصحه السي ياسين. المهم هذا هو الحال ديال الصياد اخوتي، خاص الصبر ضروري الصبر، وتا هادشي فيه المتعه، واخا كاينه شويه تكرفيس ولكن تكون كتبغي شي حاجه راه غتوصل، وحاجه اخرى راه ما غاديش تحس لا بالمال لا بالعيال بوالو. المهم دابا اخوتي غننزل نشوف واش شدات شي حاجه ولا لا، لا ما شداتش وانا نطلع الحمامه حيت اللي دابا لا تخاف ولا شي حاجه ولا البرد، ولا غنرجعاني للدري اخوتي حيت قريب نيت غنرجعها ليه يديرها في السجنه ديالو عند الحمام، حيت راه انتي وهاديك ديال التربيه زعما ما كيتكرفسوش، ماشي بحال البلدي يكون البلدي دابا غيكون خايف غي. المهم المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم الفيديو، غننزل وغنشوف وغنقول لكم النتيجه، وغنرجعو نكملو العشاء ديالنا مع الدراري حيت العشاء هذا صافي مشات الشمس. المهم بيس ليكم اخوتي. للاسف الدراري هي الحمامه ديالتنا باقه كيما هي، والسبيب ما تقاسش يعني ما نزلوش. مشكله دابا الدراري شكيت في واحد الحاجه، فايت مربي الحمام والصقر ما كيزعمش عليهم، كيصيد غير داك البلدي ولا شي حمام صغار، فايت كانت عندي واحد الحمامه كينزل عليها شي صقر ما كيقدش عليها، حتى هادي يمكن واش خافوا عليها ولا حيت كنشوف كيدوزوا عليها ما تتخافش، ولكن فاش كيدوز عليها داك الغراب كيسحب ليها واش النسر الكبير يعني ما غيقدوش عليها. المهم اخوتي الا بغيتو ندير لكم واحد الجزء الثاني اللي غنشدو فيه شي حاجه ان شاء الله، وغنبوستاو الفيديو وتما غنديروا العصافير اخوتي ولا الفلوس ديال دوك الفلاس الصغار ديال الدجاجه، هما اللي غنديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغنشدو بهم شي حاجه حيت هاد الحمامه بحال خايفين منها ولا ما عرفتش ما عرفتش اخوتي والله ما عرفتش السبب، ولا دوك الرجاله خافوا ها شو 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 الصقور باقي تيدورو، ولكن اخوتي واش دوك الرجاله مناش خايفه خايفين ولا ما فهمتش ما فهمتش، حيت كنشوف الفيديوهات ديال خوتنا الخليجيين كيشدو بها. المهم سمحوا لي الا كان الصوت شويه ضعيف، ما مجبش لا ميكرو لا سيبورا، المهم انتوما شفتوا تمارا اللي نزلت، ولكن الصراحه المتعه. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا، وكنتمنى يعجبكم الفيديو واخا ما شدينا والو، ولكن المره الجايه غنشدو ان شاء الله الرحمن الرحيم. ودابا هاد الحمامه باقا شداني الطريق عاوتاني عند الدري باش نرجع نطلع عند الدراري نتعشى، وكانت هادي النهايه ديال الفيديو ديالنا اخوتي، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي تحدي جديد وفي مغامره جديده. وإلا كنتي اول مره كتشوفنا ما تنساش لايك سبسكرايب وشي كومونتير تحفيزي اخوتي، وإلا كنتي كتشوفنا ديما ما تنساش لايك، ونتلاقاو في فيديو جديد اخوتي اللي غيكون فريمون شي حاجه ناضيه غنشدو فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. او بيس ليكم اخوتي. المهم الدراري انا ست محاوله واحده اخرى، الله هي الحمامه وواحد الصقر فوق فوق ديك الصخره، هو الدراري شو راه غير شافها وهو بدا، هو واحد اخر في السماء شو. المهم ان شاء الله ان شاء الله نشدوهم اخوتي، راه بحال باغيين ينزلوا عندها ودابا ما كاينش بنادم، وربي غيوفقنا ان شاء الله. انا غنحاول نبعد، والحمامه راه نسيت الدري راه ولفاتو، اذا الحمد لله بلا ما نشد الطريق غنطلقها وغتمشي، ولا بغات تزيد مزيان غنشدو الصقر، لا بغات تزيد مزيان غنشدو الصقر والحمامه غنطلقها وغترجع بوحدها،
ولكن غنتسنى واحد 5 دقائق 10 دقائق كاع غنطلقها حيت راه مشى الحال على الحمام ما غاديش يعقل غيتلف في الطريق. وان شاء الله اخوتي ان شاء الله ان شاء الله يا رب دعوا معايا اخوتي دعوا معايا. المهم الدراري راه دابا ما كاينش بنادم والاعشاش ديالهم كاينين كيدخلوا للعش وكيخرجوا وكيبقاو يدوروا عليها ولكن ما زعموش سمع الصوت واش حيت انا كان قريب اليوم اخوتي ولا كنظن انني بعدت شويه. المهم كيدور الله شو كيدور عليها شو في السماء خوتي خاصني نبعد شو مشى ما غاديش نتفاك معاهم لا ما شديتهمش هكا غنجرب الفراخ ما شديتهمش غنجرب الفيران تنشدوهم ان شاء الله. المهم الدراري انتم شفتوا درت المجهود درت اللي عليا والو ان شاء الله غنشد ان شاء الله. المهم دابا اللي مقلقني الحمامه وباقا خصني جبده ديال الطريق والجبل فيه غير الحجر اخوتي. المهم كاين ظلام اخوتي المهم انتم شفتوا درت المجهود كنتمنى يعجبكم الفيديو كما قلت لكم وبيس لكم اخوتي. الفيديو الجاي كنوعدكم غنشد شي حاجه ان شاء الله بيس. المهم غنحل الحمامات الدراري كما قلت لكم ما جبتش لا سيبور على والو. المهم الدراري غنطلقوا الحمامه وسمحي لينا عذبناك معانا سمحي لينا بزاف. الهوايه ديالي في الصغر اخوتي هي الحمام ربيته شحال من مره ودابا غنطلقوا هاد الحمامه هادي تمشي قبل ما الظلام باش تشوف الطريق. المهم خليكم مع هاد اللقطه الرائعه. بسم الله يا ربي يا ربي بسم الله. شو مسكين مشات خلعت الصقرة اخوتي. ناري هجم عليها ناري هجم عليها اخوتي يا ربي واش تلفات ناري اخوتي شتو كيهجم عليها. المهم راه مشات مسكينه ان شاء الله توصل للدار. المهم الدراري طلعنا عند الدراري وهو الطويجين كيطيب. المهم قلت نشارك معكم هذا الشيء هذا هو البريريد والعافيه والدراري ها انتوما اللهم بارك.